موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فمقرر التفسير في هذا الفصل الدراسي الأول، التليفونات ما تسلمتش ولا ايه؟ مين اللي ما سلمش تليفونه يا جماعة بعد اذنكم؟ اللي ما سلمش تليفونه يسلمه بعد اذنكم يا مشايخ. يقول له أتكذبني وتصدق الحمار؟ تمام. فبنقول ان مقرر التفسير في هذا الفصل الدراسي الربع الاخير من القرآن الكريم، من اول سورة صاد الى سورة الناس، وهو نفس المقرر في حفظ القرآن الكريم. يعني مقرر على حضراتكم الربع الاخير من القرآن الكريم حفظا وتفسيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا احنا عشان نتكلم ونشرح المقرر كله يصعب جدا، فبالتالي ما نستطيع شرحه في هذه الفترة بالإضافة لبقية ربع القرآن من تفسير ابن كثير. طبعا حضراتكم هتقرؤوه وهتأتي الاختبارات في الربع كاملا، سواء فيما شرح أو فيما قرئ. ويعني أنتم أسعد الفصول الدراسية، حيث إن الربع الذي تدرسونه قد تم تسجيل كمية كبرى منه. يعني عندنا العشر الأخير من القرآن متسجل كله، اللي هو قد سمع وتبارك وعمه. متسجل عندنا كمان سورة الفتح والحجرات والقاف والذاريات، فده اللي تم تسجيله، وجاري التسجيل في بقية الربع إن شاء الله تبارك وتعالى في أكثر من مكان. يعني احنا برضك بنحاول ان احنا ما نقتصرش في الشرح على اللقاء مع حضراتكم كل شهر، لكن منين ما بتجي فرصة ان احنا نسجل دروس في التفسير بنسجل في أي مناسبة أو في أي مكان آخر. إحنا هنبدأ مع حضراتكم إن شاء الله من أول الحواميم، من أول الحواميم، يعني من أول سورة غافر. تمام. فدي هنبدأ بيها إن شاء الله بالنسبة للشرح، وزي ما اتفقنا الاختبار هيكون إن شاء الله في الإيه، فيما يشرح وفيما يقرأ. وطبعا هيكون في اختبار كل مره، طبعا بدل ما فيش اختبار لان انتوا ما خدتوش حاجه لسه في اي ماده من المواد اللي هي بتاعه الفصل الدراسي، فهيكون في اختبار لمده ساعه كل مره ابتداء من اللقاء القادم ان شاء الله. الاختبار ده هيكون في ورقه واحده يشمل كل الدروس السابقه في جميع المواد، فربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم. نبدا على بركه الله عز وجل. أول الحواميم سورة غافر. سورة غافر سورة مكية، سبق طبعا احنا اتكلمنا عن المكي والمدني واخدتوه وهتاخدوه تاني في مادة علوم القرآن بالتفصيل أكثر. ده الراجح انها كلها مكية، البعض ذهب الى انه فيه آية او آيتين مدنيتين، وطبعا بنأكد على هذه القاعدة يا جماعة، مدام ذكر أهل العلم أن السورة دي مكية أيا كانت تلك السورة، يبقى الأصل إيه؟ أنها كلها إيه؟ مكية. إذا استثني منها شيء يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. طيب إذا قالوا أن هذه السورة مدنية يبقى الأصل أيضا أن السورة كلها إيه؟ مدنية. إذا استثني منها شيء يحتاج إلى إيه؟ إلى
دليل، ودي بتحل لنا إشكاليات كتيرة جدا جدا يا جماعة. فسورة غافر سورة مكية، خلاص؟ طيب ترتيبها في النزول هي السورة الستون، السورة الستون بترتيب النزول. حضراتكم عارفين ان في فرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف. ايه الفرق؟ ان السورة المكية انزلت اولا تزيد على 80 سورة مكية، وبعد كده نزلت السور المدنية طبعا بالإضافة للسور المختلف في مكيتها وإيه ومدنيتها. فبالتالي ما دامت هي سورة مكية يبقى هتكون في خلال 80 سورة أو 82 سورة أو 83 سورة الأولى. فهتبقى سورة غافر السورة رقم 60 بترتيب النزول. المصحف ترتيبه مختلف. ليه؟ لأنه لم يعتني بالترتيب من جهة النزول، ولكن الترتيب بوحي على آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن جبريل كان يعرض القرآن في كل عام في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم عرضة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه إيه؟ عرضتين. فكان الترتيب اللي في المصحف ده بناء على إيه؟ على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ طبعا المسألة خلافية بين أهل العلم، هل الترتيب في المصحف ترتيب توقيفي أو ترتيب توفيقي اجتهادي يعني، أو بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. الخلاف ده كده يعتبر لا ثمرة له. ليه يا جماعة؟ لأن سواء قلنا أن الترتيب توقيفي أو اجتهادي في الآخر انعقد عليه ليه؟ الإجماع، والإجماع أقوى الأدلة الشرعية، يعني أقوى الأدلة الشرعية والإجماع، وبالتالي انعقد الإجماع على هذا الترتيب اللي في المصحف. فسواء اجتهادي أو توقيفي الموضوع ده أصبح حاليا إيه؟ ملوش تأثير في الحقيقة في الناحية العملية. تمام؟ فنجد مثلا سورة الفاتحة مكية، سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنيات، بعدها الأنعام والأعراف مكيتان، التوبة الأنفال والتوبة مدنيتان، يونس وهود ويوسف عليهم السلام مكية، سور مكية. الرعد فيها أربع أقوال، البعض قال انها كلها مدنيه، البعض قال كلها مكيه، البعض قال بعضها مكيه وبعضها مدنيه. تعتبر الصوره دي استوعبت جميع انواع الخلاف بين المكي والمدني. تاتي سوره ابراهيم والحجر والاسراء والكهف ومريم وطه والانبياء، دي كلها صور هي مكيه. الحج مختلف فيها، المؤمنون مكيه، النور مدنيه، الفرقان شعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، كلها مكية. تيجي سورة الأحزاب مدنية، سورة سبأ، فاطر، ياسين، صفات، صاد، الزمر، الحواميم، كل دي سور مكية. سورة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت بين مكة وبين المدينة، سورة الفتح والحجرات، وهكذا. يعني إيه الترتيب كما تلاحظون ما بيراعيش مسألة إيه؟ مسألة ترتيب النزول. طيب هي بترتيب المصحف هي السورة ليه؟ الأربعون بترتيب المصحف. طيب هنلاحظ ان ترتيب النزول وترتيب المصحف بالنسبة لهذه السورة وما بعدها متوافقا، نلاحظ انه متوافق. ازاي؟ يعني لما تفتح المصحف هتجد ان سورة غافر واقعة بين ايه؟ بين سورة الزمر وسورة ايه؟ في الصلة. نفس الكلام في ترتيب النزول، هي أيضا واقعة بين سورة الزمر وسورة فصلت. في النزول سورة الزمر هتبقى رقم 59، غافر 60، فصلت 61، الشورى 62، لغاية سورة الأحقاف هتبقى 66. يبقى ماشيين ورا بعض اهو. نفس الكلام في المصحف، هنلاحظ ان سورة غافر سورة الزمر رقم 39، وبالتالي سورة غافر
40 فصلة 41 لغاية سورة الجاثية هتبقى 5 هتبقى 46 مش كده؟ سورة الأحقاف هتبقى 46. فالترتيب في النزول والترتيب في المصحف بالنسبة لسورة الزمر والحواميم السبعة متفق معا، لكن بس الفرق في الايه؟ في الترقيم فقط، ان بالنزول السورة رقم 60 وطبعا اللي قبلها معروف واللي بعدها كده معروف، وفي المصحف هي رقم 40. واضح يا جماعة؟ طيب، عدد آيات السورة الكريمة فيها أربع أقوال، أربع أقوال. القول البصري إن هي 83 آية، والحجازي والحمصي 84 آية، تمام؟ والكوفي 85 آية، وقول آخر إنها 86 آية، يعني أربع أقوال. طيب، هل يعني حد عنده زيادة وحد عنده نقصان في الـ لا، مفيش، الكلمات هي لا زيادة فيها ولا إيه ولا نقصان. أمال إيه سبب اختلافهم في عد الآيات؟ ها، إن هي وقفات النبي صلى الله عليه وسلم، وده في تسعة مواضع في السورة الكريمة، زي مثلا حاميم الكوفيون يعتبرونها آية والجمهور لا يعدوها إيه؟ آية، يعني هيبقى عندهم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، دي آية واحدة عند الجمهور، عند الكوفيين لا، دول آيتين. يومهم بارزون لينذر يوم التلاق، البعض بيعد دي آية ودي آية، والبعض بيعدها ما بيعدهاش إيه؟ ما بيعدهاش آية، كاظمين إلى آخره، تمام؟ زي ما اتفقنا إن الخلاف ده راجع إلى وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام يا جماعة؟ طيب، سورة غافر تظهر فيها بوضوح خصائص القرآن المكي، لأن من أبرز خصائص القرآن المكي الكلام عن التوحيد والصراع بين الحق والباطل، بين الكفر، بين الإيمان والإيه والكفر. الكلام عن الأمم السابقة، خدت بالك؟ الكلام عن الرسل، القصص، كل دي يا جماعة من خصائص القرآن الإيه المكي، وده كل ده موجود فين؟ موجود في سورة غافر. مش معنى ان الخصائص ديت موجوده في القران المكي يبقى مش موجوده في القران المدني، لا موجوده. طب يبقى ايه الفرق؟ طيب ايه اللي بيميزها؟ تركيزها، يعني ممكن يبقى القران المدني فيه قصص، في كلام عن التوحيد، في نفس الخصائص القران المكي موجوده في القران المدني، بس بيكون في القران المكي ايه اقوى. واضح يا جماعه؟ طيب، سورة غافر بتبدأ بحاميم، وطبعا حاميم دي فيها مسألتين. أول مسألة إن هي من الأحرف المقطعة، أنت لما تفتح المصحف هتلاقي كلمة حاميم معمولة حرفين، كل حرف لوحده، والكلام كتير في الأحرف المقطعة، أكثر من 40 قولا، لكن اللي احنا بنأكد عليه دايما إن هذه الأحرف ما فيش حرف فيها له معنى مستقل لوحده، وبالتالي المراد لا يعلم معناها إلا الله، لكن أريد بها التحدي والإيه والإعجاز، وذلك لذكر القرآن بعدها كلها، إما بالتصريح وإما بالتلميح. تصريح زي سورة البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف عليهم السلام والرعد وإبراهيم والحجر، خدت بالك؟ وكل ده التلميح، زي مثلا سورة مريم، وزي سورة العنكبوت، وزي سورة الروم، وزي سورة لقماء، زي سورة ايه، هم دول خلاص. فإذا تأملت في الصور لما تكلمتش عن القرآن بشكل مباشر
ستجد أنها أيضا فيها إشارة واضحة إلى الحديث عن القرآن الكريم. يعني مثلا سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فين الكلام عن القرآن هنا؟ فيه ولا مفيش؟ إيه هو؟ إن اللي هيحصل ده بوحي بالقرآن، جه في القرآن، يبقى برضه أهو واضح، واضح يا جماعة كده؟ خدت بالك؟ إلى آخر. طيب يبقى دي المسألة الأولى، إنها من الأحرف المقطعة، وسبق في عدة مناسبات إن إحنا اتكلمنا عن الأحرف المقطعة بالتفصيل. المسألة الثانية في الحواميم، هم سبع صور بدأت بحاميم وهي متوالية، خلاص؟ طيب يا ترى كلمة الحواميم اللي مشهورة بالنا دي محمد بن سيرين بيكرهها، بيقول لك لا الصح انك تقول ايه؟ آل حاميم او آل طاسين، آل طاسين او طاسيم. ايه هم آل طاسيم او طاسين؟ اللي هم الشعراء واللي والنمل والقصص. طيب لكن ورد أكثر من أثر عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما إن هما ذكروا أنها الحواميم. طبعا ورد في فضل الحواميم آثار عن بعض الصحابة، خاصة برضك ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا عن مجاهد ابن جبر وغيرهم من السلف، إن الحواميم ديت دي باج القرآن، حتة الحرير الغالية بتاعت ايه؟ بتاعت القرآن. والبعض يرى يقول دي عرائس القرآن الكريم، البعض يقول ان ديت الروضة النضرة في القرآن الكريم، يعني بيعتبر القرآن كله كالمطر في عظمه وفضله، وبيعتبر دي لها خصوصية ان هي كالرياض النضرة والحدائق الغناء بين القرآن الكريم. البعض يقول أيضا من السلف إن هي لب القرآن الكريم، لب القرآن، لب الشيء خلاصته. وطبعا المتأمل في الحواميم يجد إنها مركزة على خلاصة القرآن فعلا، وهي مسائل الايه؟ التوحيد ومسائل العقيدة. كل دي آثار عن السلف يعني موقوفة عليهم، لكن لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ثبت إيه؟ اللي ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في بعض الغزوات إذا بيتتم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون، وفي رواية لا تنصرون، البعض بيقرأها إذا بيتتم فقولوا حاميم لا ينصرون. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ اذا بيتتم يعني انتم انتصرتوا على عدوكم، يبقى قولوا هذه العباره حاميم لا ينصرون او لا تنصرون. اذا بيتتم يعني ايه؟ اذا غلبكم عدوكم فقولوا هذه العباره فان الله سينصركم ايه عليهم. طيب العلماء تكلموا ايه اشاره لايه؟ يعني إشارة لإيه يعني؟ قالوا إنا لننصر إيه؟ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الإيه؟ الأشهاد. تمام؟ كلها استنباطات لأهل الإيه؟ لأهل العلم. تمام؟ حاميم لا ينصرون، ها؟ بيسموها كلمة السر بتاعة الحرب. زي مثلا يا منصور أمت. دي كانت في غزوة بدر تقريبا. فكان كل غزوة من الغزوات لها كلمة سر. فكان في بعض الغزوات كانت كلمة السر ايه؟ حاميم لا ينصرون. البعض طيب ماشي جزاك الله خير. البعض يرى ان حاميم من اسماء الله عز وجل، وبعدين بيستدلوا بقول السجاد اللي هو محمد بن طلحة أذكره حاميمة قبل قل هلا تذكرتها قبل تقدمي، وقتل محمد بن طلحة اللي هو السجاد المعروف بالسجاد،
بسبب هذا. البعض قال يذكره حميم، يعني اسم الله حميم، طبعا ما فيش دليل على الكلام ده إنه هو من أسماء الله عز وجل، تمام. فلعله يذكره حميم اللي هي إيه، سورة من الحواميم وفيها بعض الآيات. العلماء برضك اجتهدوا في استنباط تلك الآيات. طيب البعض بيحاول يدخل حساب الجمل في الأحرف المقطعة. ايه حساب الجمل ده اللي هو ابجد هوز حطي كلم قرشت صعفث صخذ ضضغ، دي حساب الجمل اللي هو بتاع اليهود، وكل حرف بيحمل ايه، بيحمل رقما، تمام. ماشي، جزاك الله خير. ماشي، جزاك الله خير. زي مثلا بعض الأوراد الصوفية يقول لك إيه، حاميم عين صاد حمايتنا، كاف هايا عين صاد، حاميم عين قاف، لخبطونا والله، حاميم عين سين قاف حمايتنا، هم بيقولوا كده يعني، ها كاف هايا عين صاد كفايتنا، فسيكفيكهم الله والسميع العليم، فسيكفيكهم الله والسميع العليم، فسيكفيكهم الله والسميع العليم كده، والدنيا تشتغل بقى، الدنيا تسخن معاه، خدت بالك؟ طبعا ده كلام ليس عليه دليل في الحقيقة. فهم أصلا هم اللي إيه اللي خلاهم قالوا كده، إن هم بياخدوا بحساب الإيه، الجمل اللي بيستخدموه الجماعة السحرة والجماعة الدجالين أيضا، تلاقيه كاتب حروف ومشطب تشطيبات كده في الأوراق اللي بيسموها الحجاب، ها، وبيكتبوها بالإيه، الزعفران والكلام ده كله. فالكلام ده غير صحيح، تمام. طيب يبقى ينفع نقولهم الحواميم او نقول ايه، آل حامي، ما فيش مشكلة. طيب السورة الكريمة بتبدأ تتكلم عن بعض صفات الله عز وجل واسمائه، تفتتح بده، وفي الحقيقة الباب ده مهم جدا في تفسير وتدبر القرآن الكريم، الوقوف عند أسماء الله وصفاته هي عبر الآيات الكريمة. تكلمت برضك عن الأمم السابقة، وتكلمت عن الولاء والبراء بين الملائكة وبين المؤمنين، تكلمت عن الكفار وشبههم، تكلمت عن السير في الأرض. قصة موسى عليه السلام خدت مساحة كبيرة جدا في السورة الكريمة، يعني قرابة منتصف السورة تقريبا. تكلمت عن قصة مؤمن آل فرعون، ودي طبعا بالطبع داخلة ضمن قصة إيه، موسى عليه السلام. تكلمت عن قوم فرعون وهلاكهم وعذابهم في الآخرة وتحاجهم في الإيه، في النار والعياذ بالله. تكلمت عن الجنة وعن النار، تكلمت يعني التركيز كله فيها على التوحيد والعقيدة. طيب سورة غافر، اسمها سورة غافر، معظم المصاحف مكتوب سورة غافر، بعض المصاحف مكتوب فيها سورة المؤمن، والاسم ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، سورة المؤمن اللي هو مؤمن آل فرعون يعني، تمام. البعض بيسميها سورة الطول، ها، ذي الطول لا إله إلا هو إليه إليه المصير، البعض يسميها سورة الطول، تمام. على كل السورة بتسمى يا إما بفاتحتها يا إما بموضوع بارز فيها، مش شرط يكون هو أبرز موضوع على فكرة، ممكن يكون موضوع بارز بس في أبرز منه، ومع ذلك لا تسمى السورة بالموضوع الأبرز، وإنما تسمى بموضوع بارز فيها، زي سورة البقرة مثلا، واخد بالك؟ يعني سورة البقرة، قصة البقرة بتمثل ايه في السورة الكريمة؟ ايات معدودات قليلات، في حين ان 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 معظم السورة بيتكلم عن بني اسرائيل مثلا، واخد بالك؟ ومع ذلك سميت سورة ايه، البقرة، وهكذا يعني. لكن ده ما يمنعش ان ممكن تسمى السورة بابرز موضوعاتها، زي سورة النساء، سورة النساء مليانة احكام متعلقة بالايه، بالنساء. يبقى الاسم يا اما
بيكون بفاتحة السورة، يا إما بيكون بأبرز موضوع فيها، يا إما بيكون بموضوع بارز فيها. من الأسماء ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي، زي مثلا سورة الحجرات اسم توقيفي، اسمها سورة الآداب اسم اجتهادي، زي سورة غافر أو سورة المؤمن، سورة المؤمن ده توقيفي وسورة الطول ده اجتهادي. تمام تمام. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حاميم، طبعا هنا في حكمين تجويدين، تجويديين صح كده؟ حكمين تجويديين. أول حكم اللي هو المد الطبيعي حاميم، لأننا بتعامل معها مش على أنها حرف، بتعامل معها على أنها كلمة، كلمة مكونة من حاء مفتوحة وألف مدية. الألف دي بتمد بمقدار إيه؟ حركتين، ويسمى هذا مدا إيه؟ طبيعيا، مدا طبيعيا. وطبعا بالنسبة للأحرف المقطعة مجموع في كم حرف؟ حي طهر، حي أد اثنين، طهر أد ثلاثة، يبقى خمسة، مش كده؟ دي الحروف اللي بتمد مدا إيه؟ طبيعي. خلاص. الحكم الثاني من أحكام التجويد اللي هو المد اللازم الحرفي المخفف، اللي هو الياء بتاعت كلمة ميم، لأن برضك بتعامل مع ميم على أنها كلمة، ميم مكسورة، ياء مادية، ميم ساكن. تمام. فبالتالي الياء بتاعت ميم تمد ست حركات، ويسمى هذا مدا لازما حرفيا، مش عرض للسكون ولا حاجة، واخد بالك؟ مدا لازما حرفيا، مد عشان بيزيد عن حركتين، لازم عشان بيلزم ست حركات ما بيقلش عنهم، وطبعا ما فيش مد أكتر من ست حركات، حرفيا عشان وقع في الأحرف الايه؟ المقطعة. لو حبينا نوصل مثلا هنقوله ايه؟ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، خدت بالك؟ هيبقى الحكم هنا الثالث عند الوصل، هيبقى ايه؟ اظهار شفوي، عشان وقعت الميم الساكنة في كلمة حاميم او ميم، ووقع بعدها حرف الايه؟ التاء. وطبعا احنا عارفين ان الميم الساكنة إذا وقعت بعدها الميم أضغمت فيها، سمى إضغام مثلين صغير، إذا وقعت بعدها الباء أخفيت عندها وسمى إخفاء شفويا، إذا وقع بعدها أي حرف من بقية الحروف الهجائية يبقى ده اسمه إظهار إيه؟ شفوي. وخاصة بنأكد على الواو والفاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة الذي الحجة، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إضغام بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فعل فيه. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ للأحكام التجويدية اللي موجودة في حاميم. وطبعا ده بيمشي على كل الايه؟ كل الحواميم، عشان ما نعيدش الكلام تاني. خلاص. طيب حاميم موقعها في الاعراب ايه؟ خبر لمبتدأ مقدر تقديره ايه؟ هذه حاميم، وبالتالي هتبقى في محل ايه؟ رفع. احسنت. وممكن تبقى في محل نصب، هتبقى مفعول لفعل ايه؟ مقدر، اقرأ حاميم او اقرأ حاميم. خلاص. البعض بيعتبرها مبتدأ ويبقى الخبر بتاعها ايه؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم على بعضها كده. خلاص. طيب
يبقى كده فيها كم إعراب؟ أول إعراب إن هي إيه؟ تقديره إيه؟ هذه إيه حامل. تاني مفعول به لفعل مقدر تقديره إيه؟ اقرأ فعل أمر أو أقرأ أنا فعل إيه؟ مضارع. أو قرأته ممكن تبقى فعل ماضي مش مشكلة، المهم فعل يعني، وهي تبقى هي كده مفعول في محل نصب. طيب وإيه كمان التالت؟ مبتدأ، ويبقى الخبر بتاعه إيه؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تمام. جزاكم الله خير. كده واضح طبعا ان هي بتتكلم عن القرآن اهو زي ما احنا شايفين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العز العليم. ايه هو الكتاب ده؟ اللي هو القرآن. خلاص، نفس البداية دي مش بالنص يعني، بس نفس المعنى في سورة ايه؟ السجدة. ها ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وفين كمان؟ سورة ياسين. ياسين والقرآن الحكيم. ها إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وزي ايه كمان؟ زي سورة الزمر. الزمر على طول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، مش كده؟ وكمان سورة غافر اهي معانا، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. خلاص. وسورة فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. واخد بالك؟ أنا بتكلم على حتة التنزيل، مش مسألة بقى أنه بتكلم عن القرآن وخلاص، لا، أنا بحدد حاجة معينة اللي هي الكلام عن التنزيل. الأحقاف تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والجاثية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، مش كده؟ جزاك الله خير. طبعا الزخرف والدخان تلك آيات الكتاب المبين. والكتاب حميم والكتاب المبين، صح إن شاء الله. تمام. والشورى ها كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، والقرآن برضو والسنة. تمام. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل ده معناه يا جماعة أن إثبات العلو لرب العالمين، أن التنزيل بيبقى من أعلى إلى إيه؟ إلى أدنى، مش كده ولا إيه؟ ها؟ يبقى إثبات العلو، صفة العلو لله رب العالمين. سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم. ها؟ علمه شهد القوى ذو مرة وهو بالأفق الايه؟ الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. تمام. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم. آلاف الأدلة في الحقيقة من القرآن والسنة تدل على علو الله عز وجل. طيب، تنزيل الكتاب من الله، من الله ده دليل على إيه؟ على أن القرآن هو كلام الله، خلافا للمعتزلة القائلين بإيه؟ بخلق القرآن. القرآن لو مخلوق ما كانش هينفع يقال إيه؟ من الله. لكن كونه قال تنزيل الكتاب من الله، ده رد عليهم إن القرآن كلام الله غير إيه؟ مخلوق. ها؟
يعني الله نطق بالقرآن حروفا وكلمات سمعه جبريل، وبالتالي قرأها جبريل وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها الصحابة، وهكذا حتى وصل إلينا ويصل إلى من بعدنا إن شاء الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كم بالراحة كده، تنزيل الكتاب من الله، ده اسم ربنا الاسم الأعظم اسم الجلالة، ها، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وكلمة الله في رسمها كلما أنقصت منها حرفا زاد المعنى، يعني لو شلت الألف هتبقى لله، لو شلت اللام الأولى هتبقى له، ولو شلت اللام الثانية كمان هتبقى هو، واخد بالك؟ الكلمة دي بتكتب بخلاف ما تنطق، يعني أنت لما بتنطقها بتقول الله يعني لام ألف، ومع ذلك هي بتكتب لام لام، مش كده ولا ايه؟ مش تقول الله، ده حكمه في تجويد مد مد عارض، يعني اتنين واربعة وستة بالاضافة للروم والاشمام هيوصل لسبعة اوجه، مع ان مش مكتوبة الالف، اللي هي الالف الاولى بس وخلاص، لكن بعد كده ما فيش الف مادة مكتوبة. ودي بقى تبين أهمية التلقى، إن الإنسان ما ينفعش يحفظ القرآن لوحده والمصحف، لابد يتلقى على أيدي المشايخ، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من من صحفي. تمام تمام. طيب، تنزيل الكتاب من الله، هذه أول حاجة اللي أصلها الإله، وحذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام فصارت الله. والصحيح انه هو الاسم ده مشتق، ها، مشتق ولا يلزم منه اشتقاق الذات، ها، وليس اسما جامدا. طيب، من الله العزيز، العزيز بدل او صفه او عطف بيان، العزيزي، وهو من الله من حرف جر، واسم الجلالة مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، والعزيزي بدل أو صفة أو عطف بيان، الحكيمي غافري وقابلي طبعا بالعطف، شديدي ذي، انت واخد بالك، يا إما معطوف يبقى ياخد حكم المعطوف عليه، يا إما هيكون بدل أو عطف بيان أو أو صفة. طيب، تنزيل الكتاب من الله العزيز، العزيز الذي لا يغلب، العزيز المنيع من كل من كل أذى، حدش يقدر يعمل له حاجة سبحانه وتعالى، اختبالك، العزيز الذي له العزة، فإن العزة لله جميعا، العزيز الذي يعز عباده، معايا يا جماعة؟ طيب، العليم، طبعا هنا العليم جت لوحدها، فبالتالي هتشمل الظاهر والباطن، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، غافر الذنب، المغفرة هي المحو، والذنب هو المعصية، وقابل التوب يعني من تاب قبله الله عز وجل، والتوب إما أنها مصدر زي التوبة
أو التوب جمع للتوبة، يعني توبة وتوبة وتوبة، يبقى جمعها إيه؟ توب. الاثنين تمشي. شديد العقاب، شديد العقاب، شديد العقاب طبعا يعني ده من ايه؟ من اسماء الله. والعقاب هو الموصوف بالايه؟ بالشده. خدت بالك؟ شديد العقاب اللي هو ضد الثواب. ذي الطول، ذي يعني صاحب، الطول اللي هو الايه؟ السعه والغنى والرحمه والفضل. لا إله إلا هو، اللي هي كلمة التوحيد. لا إله بتنفي كل الآلهة، إلا الله تثبتها لله وحده. ولذلك دي من أقوى أساليب الإيه؟ الحصر والقصر. هات بالك، إليه المصير برضك ده أسلوب حصر تاني، اللي هو تقديم الإيه؟ الجر والمجرور، لإفادة برضك الحصر، أن المصير إليه يعني المرجع إليه وليس إلى إيه؟ وليس إلى غيره. تمام كده؟ والمصير المرجع إليه المصير، فيجازي الطائع على طاعته ويجازي العاصي على معصيته. جازي المؤمن على إيمانه، جازي الكافر على كفره. تمام؟ طيب، تنزيل الكتاب اللي هو القرآن، لأن كلمة الكتاب إذا أطلقت على طول يراد بها الإيه؟ القرآن. طب وفي مجال اللغة إذا قيل الكتاب، ها؟ يراد به إيه؟ كتاب سيبوي. أنت خايف ليه؟ كتاب النحو اللي اسمه الكتاب، إن كان طبعا ما كان ينبغي أن يسميه بهذا الاسم. ها؟ على كل، رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والعربية خير الجزاء، هو وسائر علماء المسلمين، اللهم أمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. دي كده واو إيه؟ عاطفة. بتعطف إيه على إيه؟ بتعطف ذات على ذات ولا وصف على وصف؟ الظاهر أو الأصل أن بتعطف ذات على ذات، لكن هل ممكن تأتي الواو تعطف وصفا على وصف، يعني بحيث تبقى الأوصاف دي كلها لذات واحدة؟ ممكن. في القرآن موجود مثيل لذلك في سورة الشورى، خدت بالك؟ الآية بتقول إيه؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. والذين استجابوا ناس تانية ولا نفس ولا صفة لنفس الأولين المذكورين؟ الآية بتقول إيه؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين، ماشي خلاص، دول هم دول هم دول، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم. دول غير دول ولا هم نفسهم؟ هم نفسهم. خدت بالك؟ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. هم برضك نفس الإيه؟ يعني رغم انه قال والذين وبالعطف كذا مره، الا انه كل دي عطف صفات لموصوف واحد. دي زي ايه يا جماعه؟ في شعر زيها، ها؟ الى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبه في المزدحم. ها، الى الملك القرم وابن الهمام. هل ابن الهمام ده غير الملك القرم وليس الكتيبه؟ هل غيرهم الاثنين؟ لا، ده هو كل دي صفات لإيه؟ لشخص واحد. خلاص. يبقى غافر الذنب وقابل التوب ده عطف صفة على صفة وليس عطف موصوف على موصوف. واضح الكلام؟ ده كلام ممتاز. طيب، بنلاحظ حاجة، إن مفيش عطف إلا في دي وقابل التوب.
شوف كده، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب، مفيش عطف اهو، الله العزيز الحكيم غافر الذنب، ادي ثلاثة هم. طيب وبعدين وقابل التوبة بس، وبعدين شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، كل ده من غير إيه؟ من غير عطف. طيب السؤال، لماذا لم يذكر حرف العطف بين تلك الأسماء أو الصفات إلا في هذا الموضع وقابل التوبة؟ قالوا إن العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. طيب فين المغايرة؟ ما هو غافر الذنب دي مغفرة، قابل التوب دي برضك ايه؟ مغفرة، يبقى فين وجه المغايرة هنا؟ ليه الواو هنا؟ خدت بالك؟ قال الإمام ابن القيم جاوب على المسألة دي، قال ايه؟ قال لا، ده الواو هنا مهمة جدا، ما ينفعش ما تبقاش موجودة. طب ليه؟ قال لك لأن غافر الذنب ده من الرب سبحانه وتعالى، يعني ايه؟ انت عملت معصية ربنا بيغفرها لك، يبقى الذنب ده يدل على الايه؟ على المعصية والإعراض منك، انت عملت ذنب، ده يدل على المعصية والإعراض ايا كان درجة الإعراض او درجة ايه؟ المعصية، ده منك. طيب قابل التوب يدل على ايه؟ على الإقبال على الله عز وجل منك، يبقى الذنب يدل على الايه؟ على الإعراض والمعصية، والتوب قابل التوب يدل على الإقبال منك. لا شك طبعا يا جماعة ان الإعراض غير الإقبال، صح؟ والمعصية غير الايه؟ غير المغفرة، غير التوبة. فبالتالي حتى لا يتوهم أحد أن غافر الذنب هي قابل التوب، ويبقى ده تكرار بلا داعي، جت الواو ده عشان تبين لنا المعنى اللطيف ده اللي بينه لنا ابن القيم رحمه الله. طبعا كلام واضح يا جماعة ولا إيه؟ جميل جدا. طيب وقابل التوب، طيب مش العطف للمغايرة؟ طب ما هو قابل التوب غير شديد العقاب، صح؟ مش كان ينبغي في غير القرآن أن يقال وقابل التوب وشديد العقاب، على أساس أن قبول التوبة غير الإيه؟ غير العقاب. طب ليه ما جابش هو العطف هنا؟ لأن المغايرة ظاهرة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى حرف العطف. أنت معايا؟ مين يا جماعة ممكن يفكر أن شديد العقاب هي قابل التوب وغافر الذنب؟ حد يجي في ذهنه حاجة زي كده؟ مفيش. فالمغايرة واضحة، وبالتالي وضحها لم يحوجها إلى الإيه؟ إلى وجود حرف الإيه؟ العطف. ده كلام ممتاز. طيب شديد العقاب ذي الطول، طب ما دي فيها مغايرة، دي مغايرة، ليه برضك ما جاش حرف العطف؟ لأن هنا يا جماعة إثبات تلازم الصفتين للرب سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني هو شديد العقاب وذي الطول برضه، يعني ولله المثل الأعلى، أي حد مننا مثلا يا إما بيكرم يا إما بيعاقب، صح؟ هل في نفس الوقت اللي بيكرم فيه بيعاقب فيه، أو الوقت اللي بيعاقب فيه بيكرم فيه؟ لا، ربنا بيثبت لك ان هو موصوف بالاثنين في آن واحد. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب هنا بنلاحظ شيء، اللي هو ان الاسماء والصفات ده جمعت بين الايه؟ بين الترغيب والترهيب، غافر الذنب وقابل التوب، ده اسمه ايه؟ ترغيب. طيب شديد العقاب ده ايه؟ ترهيب. ذي الطول ترغيب. شفت اللي حصل؟ يعني اتنين بيدلوا على الترغيب، وواحدة
تدل على الترهيب وبعدها برضك ترغيب تاني. وصل؟ طب مين اللي بيرن؟ طب هو الشيخ هيبدا بالوقت ولا ولا هيشرب شاي ولا حاجه؟ جه القاعه هنا ولا راح الاوضه هنا؟ طيب جه بدري؟ يبقى هنا ذي الطول يعني السعه والرحمه والفضل. بنلاحظ هنا رغم ان في ترغيب وترهيب الا ان الايه؟ إلا أن الترغيب غالب. طيب كمان بنستفيد منها فايدة أخرى، أن المؤمن له جناحان، إيه هما؟ الخوف والرجاء، فإذا طار بأحدهما هلك. لابد من استواء الإيه؟ الجناحين. ما ينفعش يغلب الخوف على الرجاء وإلا هيبقى حروري، يبقى يأس من رحمة الله، ولا ينفع يغلب الرجاء على الخوف وإلا هيبقى مرجئي، وبالتالي هيترك الأعمال بحجة إن ربنا رب قلوب وربنا غفور رحيم والمهم اللي في القلب، واخد بالك؟ وخلاص على كده. لابد من التوازن بين الأمرين. بعض العلماء قال في جانب الصحة تغلب الخوف، وفي جانب المرض تغلب الرجاء، واخد بالك؟ البعض قال في جانب الطاعة تغلب الخوف، وفي جانب المعصية تغلب الايه؟ الرجاء، او العكس يعني، تغلب الطاعة في جانب الطاعة تغلب الرجاء، وفي جانب المعصية تغلب الايه؟ الخوف. على كل لابد من التوازن، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الرجل قال كيف تجدك؟ قال ايه؟ ارجو الله واخاف ايه؟ ذنوب. قال ايه؟ ما مات عبد على هذا إلا أعطاه الله ما أرجو وأمنه مما إيه؟ مما يخاف. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يعني نكتفي بهذا القدر، والحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. لو في استفسار فيما شرح؟ لا، هذا وصف لله عز وجل، معلش. تفضل يا شيخ. الحديث صحيح على فكرة، الحديث صحيح، وهتلاقي تخريجه في تفسير ابن كثير موجود. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.